خريج ثانوية عامة طالب فرع عليا في كلية التجارة جامعة المنصورة. كان حلمي اني اسافر ادرس بره. شفت اعلانات كتير لكن شفت اعلان شركة توب ادوكيشن اكاديمي، قررت ان اجي واشوف. عملوا معايا جلسة استشارية مجانية، بعد كده جابوا لي موافقة الجامعة، دربوني على انترفيو السفارة، وحاليا حصلت على الفيزا واسافر ادرس في بولندا ان شاء الله بزنس ادارة اعمال. بجد شكرا لشركة توب ادوكيشن اكاديمي، شكرا على مجهودكم جدا. السلام عليكم.